السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بالثلاث في إقليم سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس للمدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. يلا ترجع لبنات ولاد بتاريخ 3/12/2024. اكبر اجر كاين في الثلاث فين؟ ها؟ وما كاينش موالي هنا. يفرج الله، الله غتفيق ان شاء الله، غتفيق. حيت السوق شوجا مراجع. مع الكثرة. والله إلا قالوا لي شرينا البقر حي اللحم باعوا ليهم ويديوا الفواد ب 1640. بصح بصح بصح. أكبر أجر كاين في ثلاث ولاد. 900,000. 45,000 تاع الدرهم. خمسمية سير ديعتو بين الحلاق، راه يدي الحلاق 534. هذوك اللي يقولوا اللحم 16 17، انت والله ما فايتها في البقر الزرق، في البقر الزرق هادي راه نقي حيت اي يسوى 90 درهم. والحلاق 63 460. والحلاق شري شام 12 درهم سير. دابا ناول 650 660. نشرك فيها عبد الرزاق فينا هو خويا هذا اييه 660 وخليفة وتاخد دار جابك البقر وشحال خليفة 6,042,062,000 تاع الدرهم كي تشوفوا في السوق الأسبوعي بالثلاث فيني قريب ستاد وبيع الحاج عبد العزيز. واش هو قال لي شاري عندكم؟ الحاج عبد العزيز نيشان شحال سايدي حام؟ 510. واش عطيتو انتم؟ شحال عطيت؟ 500 كيلو اللي دايما نزيدو. وتبيع سايدي عار اه يا سي. أيوة مباشر. وانا زيجو. شحال عطيتو؟ 500. هذا هو 510. سير الله سير. عندنا بلا الخرب. الحمد راه كان ب 2100. 2100 2200 كان الحمد. الصباح ب 18 17 19 ب 16 ما بقى حساب. الله يصاوب. امين. الحمد ب 2000 قال 16. شحال بغيتي منه ب 16؟ ديال مصر تاع خريبكا ديال ليبيا. خير موجود خير موجود. الحمد لله. الجاكيطة تاعتك تتبان كيفاش؟ بحال عاد كتبات شاعلة هايد تتبان شاعلة غبر هايد 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 هايد. والكاميرا 200 ريال. المليحة سيدي شحال الحمل؟ لا ما خدامش هذا. شحال بغيت؟ 500؟ 500 ياو كيداير الزيتوني يا صاح الفيديو كوات عبد الرحيم الخرجون في الراس ها دوك تما ما تحيدوش دار بيضاء 540
ايه الله يشفى روتش الحياه ما تعرفش هذا اللي كيلقبني امي انا اللي عارف البلاد ايش فيها وليسانس برك الله الزيتون هذا عمر تبقى صاحبنا الذهب 540 الذهب على الماركه اللي فيه الماركه اللي فيه هو ماركه ماركه اييه ما نكذبوش على الله مشروك اخويا انا شحال 640 صباح الثمن يوم 18 شويه 19 ما كاين ما كاين 60 18 و60 فيها الخير كاينه اللي قلتي انت ترك في السوق مرك انت ساهل هذا عبد الرحيم تيشري البقر الجزاري والفجع والكسافي بجوج يلا عبد الرحمن ندي هذا سيري تسهل هاد الخيرات في الثلاث ولاد وين تي تسابقوا البقع وشري اكثر من الحريفيه ما كاينينش السلعه قليله وتا الحريفيه ما كاينينش تمر كاين سير الفكك 560 28 رجع 100 درهم لا لا الله يربحك تاب 18 الله يربح رشم فين تبع؟ ما فين؟ اش حي؟ شحال قلنا عبغاني تقريبا اليوم باش غادي يكون اللحم؟ مصطفى 90 درهم الزيتون 90 درهم؟ ما كناش 92 93 90 درهم اللي كاين الزيتون 90 درهم؟ هادشي اللي كاين الزيتون وشوف واش يقول انا كنهضر معك بجد وبصراحه مع جوج على الفيديو الزيتون تكون معك لي حلايمين تكون معنا مين تاع السوق اللي كاين الزيتون باش غنبداو نمشيو للسوق ما عليكش ما عليكش خاصهم يحضروا الحاجه مصطفى طرافات وتبيع وشري في التو الكزاري ماشي بحال عبد الرحيم يبيع وشري في الكسابي والكزاري هذا راك الزير في مديونه اياك انت كتشوف خيرات راه شيطه ماشي ما شيطه الخير موتو ربيع وشرا ثقيل استبيق العشرين زيتون استبيق العشرين وشحال اسماعيل دي دي هالمهدي 580 استبيق العشرين في شي 340 تاع الحم ولا 50 في 60 زيتون حط لي محمد او اش عطيتي؟ راهم مارت 12 واحد ولا لا ثلاثة ثلاثة هذا زوز تبقى من خريبكة تبقى كزار في مدينة خريبكة يوم شحال لحم اليوم قال لي السلعة موجودة والبقع والشرايات تخاطفوا خاوي انت ديما انت البقع والشرية غادي يذبحوها ها غادي يذبحوها جيدي يذبحوها اه الزيادة ديال 20000 30000 يوم شحال لحم اليوم تقريبا صاحب 18000 اللحم شحال تقريبا 18000 الله يسلم فيك الله يربحك تاب 17 و60 عشر في 220 الله يربحك الله يربحك يلا